لأول مرة منذ بداية الأزمة السورية محافظة حلب على موعد مع تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة بما يعادل 1,200,000 طائر من الدجاج البياض تتوزع في أرياف المحافظة. ليس غريبا على محافظة حلب بريفها الذي لطالما تميز في كثير من قطاعات الإنتاج أن يعود لتحقيق اكتفاء ذاتي من إنتاج بيض المائدة بعد دخول عدد كبير من المربين والمداجن إلى العمل في إنجاز يعتبر الأول من نوعه منذ بداية الأزمة السورية. حاليا نحن صار عنا عامل في محافظة حلب أكثر من 110 منشآت متخصصة في تربية الدجاج البياض بطاقة إنتاجية اقتربت من 1,200,000 طير في الدورة الواحدة. رح نصل لأكيد لحالة من رح يصل إنتاجنا لما يقارب أو ما يتجاوز 1,000,000 بيضة يوميا، رح يحقق حالة الاكتفاء الذاتي اللي ما شفناها من قبل 2012. هلا هو تربية دجاج بياض بالنسبة لموضوع التربية يعني في تحسن كبير هلا بالفترة الأخيرة بالسنة الأخيرة بعدد الأفواج اللي نزلت يعني كمية هذا، كان في شوية موضوع استقرار بمدينة حلب وتوسع المناطق اكثر ريفيه، صار في طب يعني تنزيل عدد اكبر من اسمه دجاج بياض، صار في توسع جدا. كانت حلب مدينه تعتمد على البيض المائده من الشام والمحافظات الثانيه، هذا تقريبا حلب قربت لموضوع اكتفاء ذاتي. رغم تراكم الصعوبات التي يتخللها تأمين الاعلاف والادويه ومستلزمات التدفئه اضافه لارتفاع تكاليف التربيه، إلا أن قطاع الدواجن في المحافظة يشهد تحسنا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، سواء البياض منه أو دجاج الفروج أو الأمات التي دخلت مؤخرا إلى بعض منشآت ريف حلب. يعني أولي كان كل شيء متوفر في المواد، يعني متوفر كل شيء وسهل يعني المواصلات وكل شيء. هلا تغير عنا كل يعني 90% تغيرت الأوضاع، علف ما في غير حر ما في، كان بده تعطينا كل شيء، تعطينا درة، تعطينا صويا، تعطينا كسبة، تعطينا سبير، هلا ما في شيء طويل يعني. مشاكلنا أكثر شيء بموضوع التدفئة، موضوع الفحم شان الكوب. نحن الموضوع التدفئة عم تغلى علينا. عم ترتفع علينا بأسعار الغلى يعني، شلون؟ نحن إذا توفر عندنا فحم الكوب، نحن يرخص علينا موضوع التكلفة. هلا نحن موضوع الحطب، والحطب موضوع غالي. وقليل ما في يعني، نحن هلا اللي اكثر شيء خلينا نوقف كتربيه هو موضوع التدفئه. الانتقال الى الامام مهما كان بطيئا الا ان زرعه على المدى الطويل في غالب الامر يؤتي ثمارا، ليكون التكاتف بين القطاعين العام والخاص والاتجاه الى دعم المربين والوقوف على مطالبهم حلا يخفف اعباء الظروف الاقتصاديه الصعبه على كل من المستهلك والمربي. لقناة سما الفضائية عباس جورج ريف حلب.